هاتي لشوف شو بي؟ ما في شي. لك ليش هيك قلبي خلقتي؟ كنت بدي اقول لك انه مشان جوازة ابنك محمود روحي دوري بالحارة شوفي البنت بتلاقيها مناسبة راسا اخطبيها ليه عم تستنيني؟ ماشي ابن عمي رسلان تعي يا مو عاوزتك جاي يا مو جاي شو بدي امك؟ شو بيعرفني شو بدها؟ يا مو انت ما عرفت مين حط الفستان عندكم بالمضافة؟ لك يا مو عم اقول لك انا شاكك بعرفه يا مو مو عرفه مو عرفه يا مو شو بدي مخليكي متاكده انه مو عرفه؟ عرفه عنده شرشف يعني مو بحاجه يروح يحفر القبر ويشلح المخلوق الفستان ويجيبه لحتى يهددنا فيه. مظبوط. يعني شو؟ شو يعني شو؟ يعني نوارة لساتها عايشة ومن دفنت. لا يا عمو لا، شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ مو مزبوط بدون بدون. اللي انت دفنتها بإيدك؟ مرتعمي وين راح الزعيم؟ راح عنده شغلة وراجع. يعني ما راح لعنده؟ مين هي؟ هي اللي فايتة طالعة لعنده. لا مو رايح لعنده. قلتيلي مثل ما عم قلك جاهزي له العشاء هلأ راجع. اي امرك مرتعمي. السوس عم ينخر فيك يا رسلان، مالك حاسس؟